نرجع إن شاء الله للجزء الثالث والأخير من المحاضرة الثامنة تبعتنا عشان نتكلم على نماذج من البحوث العلمية لتوطين التقنية. توطين صناعة التقنية أنا حقيقة مؤمن إنه نحن قادرين على التصنيع المحلي، ومو بس مجرد قادرين، يعني أعتقد إنه لابد يكون عندنا توجه الآن للاستثمار في العقول لتوطين المعرفة واقتصاد المعرفة وتحويل المعرفة اللي عندنا إلى اقتصاد يدعمنا، لأنه قد نملك حاليا قدرة شرائية عالية لكن ما أعرف على المدى الطويل هذه القدرة الشرائية هتستمر عندنا ولا لا. فمنظمة الصحة العالمية WHO بتتكلم على أن توطين الصناعة الطبية هيوفر خدمة صحية أفضل لسكان العالم. فأنا لما يكون عندي أجهزة بتصنع محليا ففرص وصول المريض أو المواطن عندي إلى هذه الأجهزة هتزداد، بدل ما أنا أجيب الجهاز من برا، لا أنا عندي مصنع محليا فأنا قادر على توفيره محليا ففرصه تزداد. مو بس فرصه تزداد، ما دام الجهاز بيصنع محليا اذا انا عندي عماله محليه فاهمه الجهاز وتعرف كيف تصينه وتعرف كيف تديره، لو عطل انا اقدر اصنع واحد ثاني بسرعه، عندي نوع من الاكتفاء الذاتي في هذه الاجهزه. وانا حقيقه يعني شفت نماذج كثيره زي ما قلت من شباب استطاعوا انهم ينتجوا اجهزه محليه في معرض ابتكار، في مسابقة إبداع تبعت وزارة التعليم التربية والتعليم، في مؤتمر التعليم الدولي، عفوا في مؤتمر التعليم مؤتمر طلاب وطالبات التعليم العالي اللي يقيم وزارة التعليم العالي، في ترى ابتكارات واختراعات طبية ممتازة تحتاج إنه القطاع الخاص حقيقة يجي ويستثمر في العقول المحلية. يعني الجامعات دورها هو علمي، الجامعات دورها تنتج البحوث، تنتج الأفكار، تنتج الأمور هذه. القطاع الخاص لابد هو اللي يجي، يعني ما في جامعة في العالم عندها مصنع، لا يوجد لا في MIT ولا في هارفرد ولا في أي جامعة عالمية عندهم مصنع. ما مو دور الجامعات، مو دورها تنتج مصانع، الشركات هي اللي تيجي تدخل في الجامعات وتشوف إيش المنتج حقها وتبدأ تعمل منه مصانع، تبدأ تحول. طبعا الجامعة دورها إنها تبرز أفكارها بطريقة تطبيقية، ما تكون طريقة يعني نظرية كمان، فدور الجامعة لابد أن يكون إنها تبرز أفكارها بطريقة تطبيقية، والمصانع تيجي تأخذ التطبيقات هذه وتبدأ تنفذها محليا. أنا مؤمن حقيقة إنه عندنا معرفة لكن نحتاج تحويلها لاقتصاد. يعني هذه مثلا صور لبعض المشاريع اللي نفذوها الطلاب، صورة اللي في النص مثلا جهاز ضربات القلب، يعني اللي بيدرسوا عندنا في القسم بايوميديكال انسترومنتيشن بيسووا الدائرة الكاملة للإلكترود اللي يتحط على الصدر مع الريسيفر حق أشعة القلب وضربات القلب الإي سي جي، ويبرزوا الصورة أمامهم ويشوفوها ويعملوها. نحن يعني هذا يعني مشروع بسيط سهل جدا، يعني هذه نماذج كثيرة لأجهزة صمموها طلاب، لكن تحتاج لأنه هذه الأجهزة تتحول إلى منتجات وتنزل للسوق المحلي. من المشاريع اللي مثلا نفذناها في القسم التحكم في نظام يتحكم في جهاز الجري التريدميل باستخدام معدل ضربات القلب، يعني اللي يحصل اللي يمر بعملية قلب أو قسطرة قلبه يضعف بشكل كبير فيحتاج انه يعمل تمارين رياضية بطريقة يعني كنترولد تسمح له من انه يبني عضلة القلب بشكل سريع. ما مفروض يعمل تمارين بس مفروض برضو ما يجهد العضلة. فنحن صممنا نظام للجري، يجري الشخص على التريدميل والنظام ده يقرأ ضربات القلب، إذا زاد مثلا عدد ضربات القلب عن حد اللي سمح فيه الطبيب، يعني الطبيب بعد العملية يقول أنا أبغاك تعمل مجهود عشان تبني عضلة القلب حقتك بس ما أبغى عدد ضربات القلب يزيد عن 80 فالجهاز أو 90 أو 100، تعرف لما تجري عدد ضربات القلب يزيد فأنت عندك خطر إنه مرة تزيد فيروح القلب يخرب من جديد، فأنت أبغالك تكون يعني شوية حريص. فهذا الجهاز يحسب معدل ضربات القلب، إذا زادت عن الحد اللي يسمح فيه الطبيب يبدأ من نفس الجهاز يخفض من سرعة الجري حقة التريدميل، فتبدأ سرعة تنخفض فيبدأ المجهود اللي على القلب يخف فتبدأ عدد ضربات القلب ينزل. لو نزل عدد ضربات القلب لعد يعني أقلبي من المعدل اللي يبغاه الطبيب فيبدأ التريدميل إيش يسرع على أساس يعني أنت تبدأ المجهود حق القلب يكون موازي. الحمد لله ترى النظام صمموه شباب، 3-4 طلاب في القسم عندنا، ويعني قبل الآن حيعرض في مؤتمر الهندسة الطبية في تبع الـ IEEE في قطر، لكنه نظام موجود مصنع محليا ما في أي مشاكل. يعني نظام من الآخر اللي صممناه هو تحفيز الدورة الدموية في القدم السكرية، القدم السكرية اللي يصابوا بالسكر عفان الله وإياكم العروق اللي في القدم تتقفل،
فيصير عملية تبادل الدم والأكسجين والثاني أكسيد الكربون في الرجل ضعيفة، فتبدأ القدم تموت، وقد يؤدي هذا للغرغرينة اللي بتر الساق. فنحن صممنا زي البوت اللي تخش في الرجل ومرتبطة بجهاز. هذا الجهاز إيش اللي بيعمله؟ لما القلب بيضخ الدم للجسم، البوت هذا يتوسع فتحصل عملية استرخاء للرجل، فتتوسع الشرايين فالدم يدخل في الرجل. لما القلب يبدأ يستقبل الدم من الجسم، ففي نفس اللحظة القدم يعني تنفعص من البوت هذا، فالدم اللي جواها يطلع ويرجع للقلب. هذه العملية يعني نحن بنشوف تخطيط القلب، ومن تخطيط القلب نحن بنحسب متى يعني يتم فعص القدم ومتى يعني يتم استرخاء القدم، بحيث انه عملية تحفيز الدورة الدموية. طبعا هذا النظام صممناه ومقدمين على براءة اختراع لمكتب براءة الاختراع الامريكي، يعني ما زلنا في انتظار الاخبار، يعني لعلها ان شاء الله تجي. قلنا تكلمنا يعني برضو عندنا طلاب في القسم صمموا نظام يستقبل ضربات القلب بشكل تلقائي، ويشوف تلقائيا يفهم هذه ضربات القلب طبيعية ولا غير طبيعية. واحدة من المشكلات اللي يتعرض لها مريض القلب انه يعني اي الم بعد يعني عملية قلب، اي الم يجيك الصدر خلاص يعني انت لابد تروح المستشفى. فكثير من الاحيان يكون الالم ما في شيء، يعني يكون مجرد مغص، فانت تضطر تروح للمستشفى 4-5 ساعات تجلس وتحاليل وما تحاليل وطوارئ، وبتعطل الطبيب وبتعطل المرضى وبتعطل نفسك وبتعطل الحكاية كلها، يعني وخسارة كبيرة يعني. فاللي يحصل انه هذا الجهاز يكون عندك في البيت تحطه على جسمك، اول ما تصيب تجيك الام، ففي نفس اللحظة يسجل تخطيط القلب تبعك ويرسله بالايميل او بالاس ام اس للطبيب، الطبيب يطالع فيه ومنه يفهم الطبيب هل هذه مجرد مغص ولا مشكلة، ويمكن من خلالها انه يعني يقرر انه انت يحتاج تجي المستشفى او ما يحتاج تجي المستشفى. هذا الجهاز اللي سويناه حق الفحص للمسالك البولية هو عبارة يقوم بعملية التصوير في اثناء عملية اجراء البول عزكم الله، ومن خلال هذه العملية يتم ايش حساب العديد من الامور زي معدل تدفق البول وحجم البول اللي تم يعني خروجه و سرعته والمسافة اللي وصلها بشكل تلقائي مباشر يعني. وحسبنا يعني حقيقة دقة هذا الجهاز لقيناه حوالي 95% بالأسلوب اللي نحن استعملناه، وبرضه مقدمين على براءة اختراع لهذا الموضوع. وهذا الجهاز برضه صمموه طلاب من عندنا في القسم بالتعاون برضه مع جامعة ويسكونسن في أمريكا، كانت مساهمة برضه في البحث، كان لهم إنبوت في الموضوع، وهو مشروع مدعوم حقيقة من جامعة الملك عبد العزيز. برضو مشروع آخر مدعوم من الجامعة وبالتعاون مع جامعة ماديسون، إن صممنا جهاز يعني يساهم في تحذير الناس اللي مرت باليودين تريتمنت. اليودين عبارة عن عنصر مشع، في بعض العمليات الطبية تتطلب إنه يضخوا هذا اليودين في المريض هذا، وبعد كده لمدة 3-4 أيام أو أسبوع على الأقل هذا المريض المفروض ما حد يقترب منه لأنه هو عبارة عن مصدر مشع. فنحن صممنا جهاز يحذر أي شخص يقترب من هذا الشخص عبارة عن صفارة، وبرضه بنحاول نقدم على براءة اختراع لهذا الجهاز، وإن شاء الله يعني نقدر نحصل عليها. هذا برضه جهاز يلتقط إشارة ضربات القلب في البيت، تشبك الجهاز عليك وبرنامج موجود معه، ممكن تشوف ضربات القلب حقتك على اللابتوب تبعك، ونفس الشيء تقدر ترسلها تقدر، وممكن تربطها مع النظام الآخر اللي يحدد هل هذه ضربات القلب طبيعية ولا غير طبيعية، وأي مشكلة تطلع ممكن يعني ترسلها للطبيب. يعني لاحظوا في هذا مثلا النظام، هذا النظام برضو مهم. واحدة من المشكلات اللي في الهندسة الطبية إنه الأجهزة المستشفى فيه 7-8 آلاف جهاز، فبعض الأحيان الأجهزة ما تعرف فين مكانها، الممرضات ينقلوا الجهاز من مكان لمكان بدون ما تعرف مكانه. فهذا النظام سووه طلابنا برضو في القسم، نظام باستخدام الـ RFID يحدد لك مكان الأجهزة اللي في المستشفى كلها، اي جهاز موجود في الداتابيس ممكن تعرف هو مكانه فين في اي غرفه، لو انتقل من غرفه لغرفه برضه حينتقل في الداتابيس، فانت تعرف بالضبط اي جهاز تبغاه تعرف هو موقعه فين. يعني لاحظوا انه في كثير من هذه الاجهزه بعضها افكارها موجوده، يعني ما فيها شيء، قد لا يكون كلها فيها شيء جديد. الجديد منها بنقدم عليه براءات اختراع، بس حتى لو انا صممت جهاز هو موجود معناته انا عندي القدره اني اسويه، يعني ما في شيء يمنع هذول الطلاب انهم يروحوا يفتحوا شركه بهذا الجهاز ويعملوه على مستوى صغير ويبداوا يطوروا نفسهم شويه شويه، بحيث انه يبيعوا هذا على المراكز الصغيره اللي يعني حقيقه مشكله
عملية متابعة الأجهزة اللي موجودة في المستشفى. في واحد من البحوث المدعومة من الجامعة برضو إنه استعمل الإكس بوكس، الكاميرا حقت الإكس بوكس لمتابعة حركات الشخص اللي هو يسموها بالهذا حقون إعادة التأهيل الجيت أناليسيس، إنه الشخص يهمني أنا إني أتابع حركته وهو بيوقف وهو بيجلس، خاصة المرضى يعني في ناس وهي بتجلس تتعب، فأنا أبغى أعرف التعب ده ليش، هل هو من الركبة، هل هو من الحوض، هل هو من الركبة اليمين، الحوض الأيمن، الحوض الأيسر، الركبة اليسار، إيش فين المشكلة. فأضطر أحتاج أني أتابع حركة هذا الشخص وهو بيوقف وبيجلس، وفي نفس الوقت أشوف إشارة العضلات اللي بتخرج من كل ركن من جسم الإنسان أثناء القيام بهذه الحركة. فالأنظمة اللي موجودة بهذا الشيء بحوالي يعني غالية جدا، حوالي 25-40 ألف دولار إذا ما كانت أكثر، الجيت أناليسيس. فنحن بنسوي بحث بنستعمل الكاميرا حقت الكينكت الإكس بوكس في إنه يعمل نفس العملية اللي بيعملها الجهاز المعقد هذا أبو 40 ألف دولار، وما تكلف العملية أكثر من 2000 دولار، والحمد لله يعني عندنا نجاح طيب في هذا المجال. وهذا بحث يعني برضو مدعوم جامعة عبد العزيز موجود حاليا. واحد من البحوث الأخرى إنه لما بنصور في الرنين المغناطيسي الإنسان بيتنفس، فالحركة بتطلع وبتنزل، فهذه الحركة اللي بتطلع وبتنزل أثناء التصوير تتغبش الصورة بسببها. فنحن بنحاول بنستعمل أسلوب معين للتخفيف من أثر التنفس على صورة الـ MRI. في مشروع آخر قضية استخدام الـ OSL في تقنيات جرعات الإشعاع، عادة يعني بنحط مايكرو تشيبس على اللي شغالين في المستشفيات على أساس نعرف، خاصة اللي شغالين في قسم الأشعة، عشان نعرف كل 6 أشهر كم مقدار الأشعة اللي تعرضوا لها، وإذا زادت عن حد معين لابد هذا الشخص يبعد عن القسم الأشعة عشان نوع من الحماية لهم. ففي تقنية جديدة حقيقة موجودة في العالم الـ OSL دوبها بدأت، نحن بنحاول نشوف إمكانية تطبيقها في قياس جرعات الأشعة في مختلف التطبيقات حقت الأشعة. بنسوي مثلا التيشو انجينيرينج بروجكت عندنا موجود برضو مدعوم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بنحاول نسوي عظام صناعية وبنشوف أثر. فاكرين نحن بنسوي الهيكل وبعدين بنحط فيه الخلايا عشان الخلايا تكبر وتعبي الهيكل، نحن بنحاول أثناء التعبئة هذه نحط مجال كهربائي ونشوف أثر المجال الكهربائي زيادته ونقصانه على كفاءة تعبئة الهيكل هذا. لو تلاحظوا أنه في أجهزة موجودة في السوق الآن للألم، اللي عنده آلام في جهاز يحطوه على مصدر الألم يصدر مجال كهربائي فيخفف من الآلام وحتى ممكن يساعد على التئام العظام. فنحن نبغى نشوف أثر هذا الشيء على هندسة الأنسجة. طبعا في حملة عاملينها برضو لأهمية الجودة لأجهزة الأشعة التشخيصية قائمة بها الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية. هذه الجمعية موجودة ومسجلة في كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز. أنصح يعني كل من هو مهتم إنه يروح الموقع تبعنا ssbe.kau.edu.sa، سجل معنا في الجمعية، بنسوي دورات، بنسوي محاضرات توعوية كثيرة، بنسوي مؤتمرات، بنسوي لقاءات كثيرة مرتبطة بالهندسة الطبية بهدف يعني رفع مستوى الوعي على هذا التخصص، وإنه الناس بشكل أكبر تفهم إيش هو المهندس الطبي وتعرف إنه المهندس الطبي مو مجرد واحد يصلح أجهزة، لا، مهندس الطبي دوره أكبر بكده بكثير، عشان يعني نحاول نستفيد من القدرات اللي موجودة. كل هذه مشاريع ترى مشاريع محلية موجودة في يقوم بها دكاترة محليين، طلبة محليين، ومعظمها ينتج عنه أجهزة جديدة قابلة للتسويق والبيع. فيبغالا نبدأ نؤمن بنفسنا ونبدأ نحاول نستثمر ونحاول يعني نجتهد في أنه نحول هذه الأفكار اللي بتطلع إلى منتجات يعني. فضروري القطاع الخاص في نظري يبدأ يكون أولا ضروري الجامعات تفتح بابها ومجالات للقطاع الخاص أنه يجي يدخل داخلها للاستفادة من البحوث اللي موجودة. والقطاع الخاص لابد يكون عنده إيمان أنه مسألة أني أنا أفضل أستمر أشتري من برا، أوكي ماشي أفضل أشتري بجزء من برا، لكن أبدأ أفكر أنه على المدى الطويل على 15-20 سنة قدام يكون عندنا نوع من الاكتفاء الذاتي في جزء ولو جزء بسيط من الاتجاهات الطبية. فهذا يتطلب أنه كلنا نشتغل مع بعض كمجتمع، كصانعي قرار، كمالكي مستثمرين، كمفكرين، كمبدعين، أنه نمشي في هذا الاتجاه مع بعض. خلاصة القول يعني طبعا الهندسة الطبية علم متداخل زي ما شفنا في خلال التطبيقات اللي مرينا فيها، علم متداخل بين كثير من العلوم، هو تطبيقات التكنولوجيا في مجال الطب بهدف الوقاية من المرض أو التشخيص المرض أو علاج المرض أو حتى تعويض وظائف وأعضاء جسم الإنسان.
فتطبيقات الإلكترونيات في الطب ينتج عنها الهندسة الطبية الكهربائية، الميكانيكا في الطب الهندسة الطبية الميكانيكية وإعادة التأهيل الريابيليتيشن، الكيمياء ينتج عنها الأعضاء الصناعية والهندسة الطبية الكيميائية، الأحياء والكيمياء ينتج عنها صناعة الأنسجة الحيوية وهندسة الأنسجة الحيوية، الحاسب في معلومات المرضى تجيك الهندسة الطبية المعلوماتية الحيوية، تطبيقات الإدارة وأنظمة إدارة المشاريع تطلع لك هندسة الطبية الإكلينيكية اللي هي دور المهندس الطبي داخل المستشفى، كيف يتعامل مع الجهاز من لحظة التخطيط إلى لحظة الشراء إلى لحظة إنه التخلص من الجهاز. إن شاء الله نكون يعني قدمنا مادة علمية استفدت منها وساهمت في رفع مستوى الوعي في ما هو هذا التخصص وإيش مجالاته المتعددة، وتكون حفزتكم على التفكير في الإبداع ومحاولة السعي وراء حلول تحل مشاكل الناس، وخيركم أنفعكم للناس، وخيركم أنفعكم للناس، ونحن هدفنا في الأخير عمارة الأرض هذه بالخير ومحاولة مساعدة الناس، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. فتخيلوا الشخص اللي يخترع جهاز يحل مشكلة مريض، يجيب تحليل معين يساعد الطبيب على التشخيص، إيش مدى الأثر اللي بيسيبه هذا على الإنسان؟ فهي مسؤولية كبيرة حقيقة الهندسة الطبية، لأنها تساهم في العلاج وتعمل يدا بيد مع الطبيب لحل مشاكل الناس. شكرا لمتابعتكم واهتمامكم، أتمنى للجميع التوفيق. يعني عندي موقعي هذا موجود، وعندي برضو مدونة مكتوب فيها عدد من المقالات عن الهندسة الطبية وعن أفكار بشكل عام شخابيط، يشرفني أنكم تكونوا موجودين فيها، وممكن تتابعوني على تويتر @نثماني، ونشوفكم إن شاء الله مرات أخرى وبالتوفيق. وشكرا لرواق على هذه الفرصة، وسعيد أني كنت معكم في الفترة الماضية، وسامحونا على أي تقصير أو على أي جوانب نحن ما استطعنا أن نغطيها في هذه الفترة، والسلام عليكم.